الآن هذه الشيله اهداء من عيال ابراهيم بن ضيف الله المنتشري لكل جديد في عالم الصوتيات الى آل زفات والشيلات وعريفة الجماعة عبد الله بن محمد الزوبعي قصائد شعرية حسب الطلب زواج اخيهم حامد ملكة من تخرج حامد. مدح تراحيب تقاعد تكريم تربية نقل وكتابة الكلمات العامة والخاصة جوال 055-857-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00-665-557-687 ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس الوحيدون ولكن خبرة وإبداع وإتقان في الأعمال والمواعيد الآن وحصريا البداية باسم رب عظيم في سماه ربنا المعبود كل الخلايق في رجاه يالله التوفيق في قاف باسمك مبتداه نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة جزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة جزل ما يستوي الا فاهله القصيدة يوقف أهل الوفا وأهل النجوم شر وعبد الله محمد عسى عمره يدوم الكريم أجر معارف تربس القروم نمدح اللي يستحق أجزاء البيوت القصيدة والقصيدة جزل ما يستوي إلا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة جزل ما يستوي إلا فاهله يا عبد والزوبعي يا عسى عمرك مديد كلنا باسمك وبفعولك الجزله نشيد تستحق نقول في كل مثايل والقصيد نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيده والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيده الجزل ما يستوي الا فاهله انت محزن ربعك وعشت يا غزال اصيل والجماعة تفتخر بك يا كسب الجميل فالكرم والجود والمعرفة ملك مثيل نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله من قبيله مجدهم للمعالي في صعود كل من ينتشر من عربنا الجدود كلهم وفين ولا على الوفين دود نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله الكرم والجود فيهم على مر العصور ضيفهم يلقى الكرامة ولا حوله قصور لا قريب اليوم تكريمهم كل الحضور نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله يا هلا يا ضيف في حفل حامد يا هلا مرحبا على الوفا والمعزة والغلا ضيفنا بصدورنا له مكان ومنزلا نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله بارك الله لك يا حامد عسى عمرك مديد بارك الله لك عسى ليلتك فرحه وعيد بعدنا سبتان هامل وهم مسك جويد نمدح اللي يستحق اجزاء البيوت القصيدة والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة الجزل ما يستوي الا فاهله وانت اخوانك حزامك مواقفهم عظام نعم بعيال ابراهيم والله نعم الحزام والسلام ورحمة الله هذا مسك
وقتها نمدح اللي يستحق أجل بيوت القصيدة والقصيدة جل ما يستوي النفاه له يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 والقصيدة جل ما يستوي النفاه له وليدة ملكة.